أخبار المهرجة باختصار: اشتباكات متواصلة بين قوات تابعة للانتقالي ومسلحي الحوثي في جبهات الحد في يافع بين محافظتي لحج والبيضاء. الاشتباكات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين في أعقاب هجوم حوثي كبير على المنطقة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح نحو 25 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري من عدد من المحافظات. تقرير المنظمة أشار إلى أن أكثر من 4000 أسرة تعرضت للنزوح مرة واحدة. وزارة المالية تقول إن صرف المرتبات عبر البنوك يندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ومحاربة الفساد. الوزارة قالت إن هذه الخطوة ستساهم في ضبط أي تلاعب أو صرف مرتبات للأسماء الوهمية والمنقطعة عن العمل. تقارير إسبانية تتوقع غياب مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور عن الملاعب لنحو 6 أسابيع بسبب الإصابة. فينيسيوس أصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الميرينج الأخيرة أمام سيلتا فيغو. باحثون بريطانيون يبتكرون جوارب عالية تقنية يمكن أن ترصد المشكلات الصحية لدى مرضى الخرف. الجوارب الذكية تجمع بيانات تشمل معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة ومستويات العرق والحركة. إلى اللقاء باختصار آخر.